وخريجة بكالوريوس تجارة بجامعة الأزهر. تمام. بشتغل شغل يدوي مجسمات بالقرض من حوالي 3 سنين. طيب الأول أنا عايز أعرف إيه قصة القرض اللي أنت خدتيه؟ ابتديت إزاي فكرة القرض بتاع المتناهية والمتوسطة الصغر؟ بدأت إزاي يعني عشان تبدأي مشروعك وتفتحيه وتطوريه وتكبري وتفتحي محل كبير زي كده؟ هو في الأول من حوالي 5 سنين أختي الأكبر مني أخذت القرض بحوالي 5000. تمام. أخذت منها 2000. بدأت بخامات لشغلي أنا يعني. ما كانش لسه فكرة إن أنا أفتح محل أو أبدأ مشروع خاص بي. أول حاجة أنا بدأت بيها كان شغل المجسمات، نزلت بيه معرض. شغل إيه؟ مجسمات. نزلت بيه معرض. تمام. كان أول مرة أنزل معرض. بعدها بدأت الناس تقترح عليا إن في مدير بيكون مثلا مجموعة مع بعض، الناس شغالة شغل زي وممكن مثلا منتجات جاهزة. بدأنا نجمع مواد ونكون معارض زي الصفدات الزراعيين أو كنوز الشباب. كرر الموضوع حوالي يعني كان شهريا بنزل مرة مثلا أو مرتين. تعرضي الحاجات بتاعتك. بالظبط. تمام. لمدة يوم أو يومين. تمام. المناسبة كانت تقريبا قاعة بالليل. تمام. بنكلفها مع بعض. بعدها بحوالي سنة اشتغلت في مشروع تبع